كابتن هشام، السوبر المصري الاهلي والزمالك، الزمالك والاهلي، كيف رايت هذه المباراه؟ شفتها ازاي؟ طبعا يعني اولا يعني طبعا بنبارك للنادي الاهلي، طبعا مبروك، هارد لك النادي الزمالك والجماهير نادي الزمالك. طبعا المباراه كانت لما شفت التشكيل اتضايقت من وجود لاعب في نص الملعب بقاله ماتشين بيعمل مشاكل، زكريا الوردي. وده انا علقت في الموضوع ده في احدى البرامج، فبقول لهم يا جماعه وجود هذا اللاعب في مباراه زي دي في اهلي وزمالك ما ينفعش يبقى لعيب عصبي او بيخش جامد ابتدي بيه. ما ينفعش انزل بحد بيكون عنده حته العصبيه، والدليل على كده والانذار، اخذ جرس انذار في الماتش اللي قبليه اللي هو اللي اتلعب قبل مع سيراميكا، اخذ انذار وكان هياخد طرد والراجل خرجه الشوط الثاني. فدي اول خطا. فلما بصيت في التشكيل كله تقريبا زي الفل، معمول تمام الا زكريا الوردي، وده الخطا اللي حصل في المباراه وفي الشوط الاول واللي ادى الى احراز الهدف. انت عارف معنى ان فرقه من الفرقتين دول يجيب جون في الفريق الاخر، انت عارف كويس كتير جدا ان الفريق التاني بيبقى الضغط عصبيا يبتدي عبال ما يلم نفسه ويخش، وبيبقى فيه حته العصبيه بتظهر وهو الكلام من ده، فبتبان اثناء المباراه. فعشان كده دي الحاجه الثانيه اللي لخبطت الدنيا بعد كده هو خروج فتوح. فتوح كان تغييره، كان المفروض ان تغيير من خروجه كان لازم ينزل عبد الله جمعه. ما ينفعش افك الملعب وانا عندي لاعب اساسي مهم جدا مش موجود اللي هو بيبقى صمام امان اللي هو الونش. فانت الموجودين جوه الملعب اللعيبه النادي الاهلي عاليين برضه، يعني هجوم النادي الاهلي عاليين، لعيبه كويسه. فمفروض انك انت شايل عنصر من العناصر الاساسيه، مفروض انك انت تنزل واحد بديله، تنزل يكون فيه اشول. ليه؟ عمر جابر بيلعب ناحيه اليمين، ايه اللي يخليني اجيبه واخسره؟ ونزلت سيد نيمار، سيد عبد الله نيمار، سيد عبد الله نزلته، فلما لعب هو ده مش مكانه، يعني مش ده البوزيشن اللي بيلعب فيه، هو بيلعب لقدام شويه لكن مش ده البوزيشن بتاعه، ما عندوش الناحيه الدفاعيه القويه قوي اللي هو نقدر يشارك في الحته دي. فطبعا كانت تغييرتين غريبه الشكل بالنسبه في الملعب، فكان يجب عليه هو نزول عبد الله جمعه في الحته دي علشان يقوم بدور فتوح، لكن انت حطيت عمر جابر، وعمر جابر مش اشول، مش طبيعته، فطبعا عدلته ناحيه اليمين، فانت خسرت الحته دي نمره واحد. تاني حاجه خسرت الناحيه التانيه، بقى عندك جابوا سرعات اكتر ابتدوا يستغلها النادي الاهلي في الحته دي، وكانت مشكله كبيره. نص الملعب طبعا كان الافضليه للنادي الاهلي نتيجه ان هو قدر يستحوذ على نص الملعب لوجود زكريا الوردي اللي هو ما كانش موفق في هذه المباراه بشكل كبير جدا، وكمان انا ما حسيتش برؤى يعني في المباراه نفسها، يعني ما حسيتش بوجوده، فحس ان كان في نص الملعب بيتاخد من نادي الزمالك، وده طبعا اللي اثر على نادي الزمالك الشوط الاول. عظيم.